بس برضو خلينا نبدأ بالسوشيال ميديا دي الأساس بقى. إيه سؤال النهاردة؟ السؤال النهاردة بيطرح وهيطرح بكرة، بس هنعرضه يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء دايما هو اليوم بتاع السوشيال ميديا أو المخصص يعني للسوشيال ميديا. بس إحنا عايزينكم من دلوقتي تبعتولنا، لأن إحنا طالبين من حضراتكم مش تبعتولنا إجابة سؤال بقى، لأ ده إحنا عايزين فيديو بيتصور منكم بتقولوا فيه كده زي إهداء صغير للفريق بتاع الأهلي طبعا بعد تحقيق الثلاثية. بس يا ريت الفيديوهات تبقى قصيرة علشان نقدر إن إحنا نعرض أكبر كم. فيديو يعني ثواني قليلة جدا بتوجهه كلمة للفريق بعد طبعا نجاحه في الثلاثية أو تحقيق الثلاثية. احنا متوقعين إن الفيديوهات دي هتيجي من مصر ومن بره طبعا كل مكان في العالم. ان الواحد يصور كمان يعني لو في فرصة، لو الأجواء العامة المحيطة تسمح بكده، إن كل واحد إن شاء الله من البلكونة بتاعته لو بتطل على منظر لطيف معين، حتى عشان ناخد فكرة مشجعين الأهلي موجودين في أي بلدان. فكرة حلوة قوي، صح كده. بعتوا لنا فعلا البلد اللي أنتوا منها أو الفيو اللي أنتوا منه علشان برضو نبقى عارفين بتتابعونا من أي مكان بالظبط في العالم.